انا جندي سابق من القوات المسلحه الجويه الملكيه. المهم خدمت السيرفيس باقي حسابي في التيميستراتيف في الرباط. خرجت من لارمي، من بعد لارمي مشيت لواحد الروتين، خدمت في الروتين واحد لمده ديال 27 سنه. إيه تما خدمت الناس تعرفوني كاع الناس الحمد لله في قيليز، ودوك الناس تقيليز هما اللي لقيت الله يجازيهم بخير، ولقيت واحد السيد الان تيعاوني، وكاع الناس اللي هما في قيليز اللي عرفني تيعاوني. الحقيقه هي هادي، واللي عنده منش اللي ما عندوش منش شافني الله. من بعد نعم سيدي مرضت، مشيت عندها مسكينه قيدتني مع الناس اللي بغا يستافدوا في المطر المعاقين. مشيت نعم سيدي للولايات، قالت لي من دابا واحد السيمانه سول في الولايات. مشيت سولت بقيت نتبع معاهم في الولايه واش تعرف تسوق الموتور، وقلت لها هو جيت على الموتور، وقال المعاقين عندهم الموتور. هو يقول لي واسير من دابا واحد السيمانه وعاود رجع. جيت دابا واحد السيمانه، المهم تنمشي ونجي ما استفدتش. مشيت للتعاون الوطني تقيدت على حساب اش، على حساب كروسه عطاو عليا الدرسات ليا من الوسط. المهم ما عندنا كسر، عطاوني كويكزات نعم سيدي لا قل ولا اكثر. نهار كاينه واحد الاستفاده في التعاون الوطني صيفطوا لينا بالفعل اش تدير انت، شنو المهنه ديالك انت، شنو هادي. انا عندي واحد الطومين اللي هو بحال سناك. قلت لي اش عرفتي دير؟ قلت لي اش تيطلبوا في الماتريال؟ قلت لي تيطلبوا الفراش، تيطلبوا سبيرات الدجاج. عباد الله استفدت، وكاين اللي ما استفدتش منهم. انايا انا داك النهار اللي انا غادي بغيت نستافد بالضبط ثلاثة ديال المرات وما تيديروا لنا التيست نعمس. ونهار عيطوا لينا من عند الله تبيس لي موتوري، تعطلت بشوي بقسم والله العلي والعظيم. قالت لي الجنة مشات اللي بغات تدير معاك. قلت لي والله يجازيك بخير، انا ما غير قولي لي فين مشات هاد الجنة، انت بتنقديني وبتنقدي لي وليداتي زعما ماشي. والله يجازيك بخير، الله يكثر خيرك، الله يرحم ليك الوالدين. ماشي قلت لي انا كل شيء من الاداره. انا ما فهمتش شنو هي كل شيء من الاداره، اش اللي من الاداره، اش اللي من الاداره، بغيت نفهم اشنا هي هذيك الكلمه اللي قالت لي هذيك الموظفه. راه الله شاهد عليا. مشيت للولايه غير دخلوني عند واحد، حطيت ليه ديك البري اللي شتي نعماس، هو يقرا هو يدير لي وسيل الملصقات المحامد للجيين، حنا عندنا اش بينا نديروا لكم حنا. المهم قنعني نزلت، ما هضرت ما تكلمت، هزيت موتوري ومشيت للملصقات المحامد. هو يقول لي اودي سير دابا الا كانت شي حاجه غادي تكون العام الجاي. ايوا راه اليومين هذا ايه المرض ديالي اخوت بوشاو ليا العروق نزل ليا الطونسيون ونزل ليا على العروق. كنت بغيت نزحف كاع منهم بجوج، وكنت بغيت تقطعو بجوج. هاد الشيء كاع في 2013، في الاخر ديال 2013 كنت بغيت نقطعهم بجوج. راه غير واحد البروفيسور بحالو جاك هو اللي مسكين تيعاوني بنفتحات الى اخره. بدا تينتشر ليا ما بين رجليا ويديا، فهمتي، وظهري، فهمتي، تينتشر ليا في ظهري وفي يديا وهذا. وما عمرني شكيت على يعني على شي حد، ماشي من وجالب الحمد لله من ناحيه كوفيد جالب. ما تنعرف راسي ما فيا لا كحبه ولا غير الشرايين اللي دعقوني والطنسيو. عندي مصاريف اخويا، تنمشي عند واحد السيد في ميرارام ونتي تعاون معايا الله يجازيه بخير. والله ما بحالو بالله، ماشي زعما غير بغيتي تعاون معايا وصافي الله يكثر خيرو. وانت خويا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته تدويان. طالبين ليا سكانير، وداك السكانير وليدي ما عنديش، وطالبين ليا باش ندير التلفازه ما عنديش، والكونتور ديال الضو تهز ليا. غير السيد اللي تيرمي ليا سلك في العشيه للعشيه، وقال لي غادي كاع نجي نبرانجي لك. ما عنديش الضو، عندنا عامين ديال الضو وليدي، عامين وليدي ديال الضو. لا غير شحال بدات كورونا غير دابا، ما منين بيجيوني انا تنمشي وليدي غير عند الناس تيتعاونوا معايا نجيب ديك 100 درهم 1200
ألف ريال 1400 وتنمشي عند الأصدقاء ديولي الإنجليز. أخويا تنشوف حالتي مزرية ودابا اللي تيبقى فيا الحال ما عيش مع وليداتي كيف بغيت أنايا، إن عشت واحد الحياة الحمد لله والتدابة الحمد لله. إن اللي ما حمدش الله على واحد الحالة غادي يزيد الله تكربيس على تكربيس. أنا غير تنطلب من الله ومن الحكومة ومن جلالات الملك ومن المحسنين يشوفوا من حالي. أنا يا الرجل ضعيف وأنتم ما تتشوفوا مصيري وجندي سابق. أنا دافعت الحمد لله على وطني وعزيز بي ملكي ولا وطني الحمد لله اللهم لي الحمد. أنا إلى باقي بغوني أنا مستعد ولو نقرير لي زار مومو أخا نقرير الشباب لي زار مومو. أنا عزيز عليا وطني ومليكي من غير هاد الجوج ما عندي تحت الله سبحانه إلا هو الله الوطن المال. الله يكثر خيركم أخوتي بينا شي محسن يتعاون معايا على هاد الرجيلة هادي لا يقلل لي صحيحة لا يقلل لي هو تيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أحسن الأمة يتعاون معايا راني ما عنديش إن سكانير ما عنديش باش ندوزو وما عنديش باش ندوز تلفازات الراديو.